النفسات والانطلاقات هنا على أرضية ميدان الشحانية. انطلق الشوط الحادي عشر من أشواط الفترة الصباحية. هذا الشوط خاص باللقاية البكار، ومقدمة الشوط مباشرة موازنة لعلي بن عبد العزيز بن خالد العطية على المركز الأول. موازنة تحتل مقدمة الشوط وتسيطر على المركز الأول، دخول على موازنة وتقدم على صدارة الشوط في هذه الأثناء، من قبل الفيصلية عيد بن نجم بن سالم العطوي، أحد أبناء تبوك، أحد أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة القادمين للمشاركة. فمرحبا بك وبالفيصلية على أرضية الميدان، مرحبا يا أبو نجم. الدخول على الفيصلية وتقدم من غيور لعبد الله بن مطر بن سعيد بن حاذ الاكتبي، انتقلت غيور إلى المركز الأول مباشرة، نقلة ممتازة. المركز الثاني الفيصلية على المركز الثاني لعيد بن نجم بن سالم العطوي، دور المركز الثالث، ومن تتقدم إلى المركز الثالث في هذه اللحظات موازنة. علي بن عبد العزيز بن خالد العطية انتقلت إلى المركز الثالث. المركز الرابع تتواصل بنت الشاقب لمحمد بن فهيد آل زبدان المري على المركز الخامس، الدور والنقلة إلى المركز أو على المركز الرابع اللي عند بن زبدان. المركز الخامس وصلت في المركز الخامس شودة لجبر بن جاسم بن ربيع الكواري. هذه النتيجة أيها الأعزاء، وهذا هو نداءنا الأول. كيل وين مضت ومرت وانقضت من مسافة الشوط، يتبقى في هذه الأثناء أقل من 3 كيلومترات عن خط النهاية والعودة إلى مقدمة الشوط. وغيور على المركز الأول على صدارة الشوط لعبد الله بن مطر بن حاذة الاكتبي، يقدم غيور. المركز الثاني ما شاء الله على شودة، كانت قبل قليل في المركز الخامس وهي تنتقل مباشرة إلى المركز الثاني. شودة لجبر بن جاسم بن ربيع الكواري على المركز الثاني، والعصا قوس، العصا قوس والانطلاق تلقائي يا جبر. الله يوفق شودة ويوفق هذا الشعار وكل الشعارات الحاضرة والمتواجدة. المركز الثالث هنا الفيصلية عيد بن نجم بن سالم العطوي على المركز الثالث، ممثلة لأبناء تبوك في هذا الانطلاق المميز والجميل. المركز الرابع صعايب تصل في أول نداء لها، تعود ملكيتها لراشد بن صالح الدعبة. وصلت صعايب، وصلت صعايب على المركز الرابع. المركز الخامس أيضا وصول وتقدم في هذه الأثناء من قبل مشاكل لعبيد بن حمد بن قناص العامري، أحد الشعارات التي صالت وجالت شعار بن قناص في هذا السباق المحلي السابع. نتمنى لك التوفيق يا عبيد ولكل المشاركين. عموما العودة إلى مقدمة الشوط، غيور كيلو وين يا مضمرين يا راعي غيور، عن غيور عبد الله بن مطر بن حاذة. يلا يلا يا بن حاذة، الفوز غالي والناموس أغلى، الفوز غالي والناموس. الله يبحثون عنه جميع المضمرين، الكل يبحث وأيضا يسعى للفوز وللناموس. بن ربيعة على المركز الثاني، وبالفعل أمنية الجميع هي الفوز والناموس، مطمح وغاية الجميع. بن ربيعة شعارة على المركز الثاني، شودة جبر بن جاسم بن ربيعة الكواري، يا سلام على المركز الثاني، دور المركز الثالث. هنا من تتقدم صعايب، راشد بن صالح بن حمد الدعبة يقدم صعايب على المركز الثالث. 1500 متر يا مضمرين، المركز الثالث أو الرابع بلقيس، أول نداء لبلقيس سالم بن خليفة بن سعيد الغفلي، أول نداء لها على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس تتقدم خيرة لحجاب بن حمد بن محمد بن دحبج المري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم. والألف ومئتين متر يا راعي غيور، 1200 متر وبدأت المراكز وبدأت الأسماء تقترب من بعضها البعض. المركز الثاني شودة عند بن ربيعة،
جبر بن جاسم بن ربيع الكواري، ولكن صعايب خطيرة، صعايب راشد بن صالح الدعبة، وأيضا بلقيس تتقدم، تتحرك بلقيس بالعصا قوس والانطلاق ذاتي. سالم بن خليفة بن سعيد الغفلي ضيف عزيز عاني من الإمارات الشمالية للمشاركة في هذا الشوط، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط غيور على المركز الأول والعصا في البطان. الآلي مثبت تثبيت، يا سلام غيور. عبد الله بن مطر بن سعيد بن حاذا الكتبي يقدم غيور في هذا الشوط، خير تقديم 800 متر وغيور على المركز الأول، بلقيس تحاول، بلقيس خطير في هذا الشوط، يراعي غيور الخطورة من بلغيس على المركز الثاني. المركز الثالث يصل شعار بن قناص، تصل مشاكل عبيد بن حمد بن قناص العامري، تصل على المركز الثالث وتتقدم، ولكن عودتنا إلى غيور. المركز الرابع أيضا دخول من رمز لسعيد بن راشد بن عبد الله بن قرح، ولكن غيور وبلغيس، تحركت بلغيس بلغيس وغيور يا سلام يا بلغيس تتقدم بلغيس، تتسلل في هذه اللحظات بلغيس وسالم بن خليفة بن سعيد الغفلي. عادت غيور بلغيس، غيور عبد الله بن مطر بن سعيد بن حاذا الكتبي، واللحظات الحاسمة وغيور تحسمها، ولكن بلغيس يا سلام. دخول جماعي ما بين المركزين غيور وبلغيس وننتظر التوقيت الزمني لهذا الشوط. المركز الثالث مشاكل لعبيد بن حمد بن قناص العامري. المركز الرابع وصلت رمز لسعيد بن راشد بن عبد الله بن قرح. المركز الخامس صعايب لراشد بن صالح بن حمد الدعباء النابت. إذن منافسة صعبة ما بين المضمرين على اختطاف ناموس المركز الأول في هذا الشوط. شهدنا احتدام المنافسة ما بين الاسمين القويين، ما بين غيور وما بين صعايب أو بلقيس، بلقيس وغيور وبلقيس لسالم بن خليفة الغفلي، غيور لعبد الله بن مطر بن حاذا الكتبي. إذن هذه الإعادة، ومن فازت بالمركز الأول في هذا الشوط هي غيور. تهانينا لمالك غيور، وفي رصيدها سيارة في السباق المحلي الرابع. هذه غيور في رصيدها سيارة وتختطف المركز الأول بعد منافسة حامية مع بلقيس. 7:55 71 جزء من الثانية. تهانينا لمالك غيور. عبد الله بن مطر بن سعيد بن حاذا الكتبي المركز الثاني وصلت فيه بلقيس، ولما قصرت وقدمت عرض كبير. 7:55 73 جزء من الثانية. تهانينا لمالك بلقيس. سالم بن خليفة بن سعيد بن عبد الله الغفلي المركز الثالث. المركز الثالث مشاكل 7:59 57 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مشاكل عبيد بن حمد بن قناص العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.